مالك؟ خايفة ليه؟ أوعدك إن أنتي هتتكسري إيدين ورجلين زيادة، بس خطة بسيطة. يلا، واحد اتنين تلاتة. بقولك ايه يا حبيبتي، نفسك تاكلي ايه النهارده؟ ملوخيه ولا سبانخ؟ ايه رايك لو مخنوقه انزل امشيكي شويه؟ صح، امشيكي. حاضر يا حبيبتي، يلا بينا. بس عادل يجي نحط له الاكل. يا ايه جيت. ده عادل جه. ازيك يا هدى، عامله ايه؟ ربنا يخليك يا نور، والله العظيم مش عارف اقول لك ايه بجد. لسه بقول لها عادل يجي بس نحط له الاكل وبعد كده ننزل نمشيها شويه. مفيش مشكله، ماشي. هفسحك النهارده. نورا مزعلاكي في اي حاجه؟ انا عارف ان نورا بتحبك. خلاص ادخلي بيها يا نورا، اما اقفل باب الشقه. ماشي، هدخل بقى علشان خاطر انا جاي من الشغل تعبان. اما تحضري لي اللقمه كده والنبي. خلاص ماشي ماشي. تعالي شغلك التلفزيون. تعالي شغلك التلفزيون. قسما بالله لو قلتي له اي حاجه، شفت السلم اللي كنت هرميكي، هبقى ارميكي من الدور العشرين مش العاشر. ماشي، بلاش تضايقيني. أنا يا بابا. طيب ماشي، قومي يا حبيبي، يلا أنا جبت الفلوس. إيه ده؟ الفلوس فين؟ الفلوس كانت في جيبي. استهدي بالله بنت، قولي لي بس الفلوس دوقت منك فين؟ مش عارفة يا بابا، بس أنا متأكدة إن أنا طالعة بيها في الأسانسير، أكيد كده وقعت في الطرقة. ما تقلقيش يا بنتي، الأستاذ عادل مادام كنت طالعة في الأسانسير هو اللي مسؤول عن الكاميرات، روحي له وهو يشوفها له. أستاذ عادل، أنا ما بحبش مراته دي، ما بحبش أشوفها، بس مضطرة أطلع بقى، هعمل إيه؟ هو اللي يقدر يشوف لنا حوار الفلوس ده. عايز حاجة يا حبيبي؟ على سلامتك يا بنتي، يا رب تلاقي الفلوس يا رب. تعبان أوي. يا أهلاً. هو عادل بيه موجود؟ افندم، عايزه ايه من جوزي؟ انا كنت عايزه في شغل. شغلي دقيقه واقول عن اذنك، بس عشان التكييف. لك الهم يا استاذ عادل. ماشي يا فندم، مع السلامه. شايفيني بتكلم في الشغل؟ ما انا ما خدتش بالي. خير؟ في البنت اللي انا ما بطيقهاش دي، ولا تنزلي منزله، اللي اسمها سليمة. مالها سليمة؟ عايزاك. قلت لها عايزاه في ايه؟ قالت لي عايزاه في الشغل. مش عارفه الشغل ايه اللي بينكم ده، انا اول مره اعرف وما قلتليش. طب دخليها طيب لحد ما اجيلك. طب دقيقه، انا لو عليا عايزه اخليكي قاعده بره كده بالساعه. اتفضلي، 5 دقايق ويكون موجود. وانت بتتكلمي معايا كده ليه؟ ده احنا حتى جايين يعني. انت اللي جايه ومخبطه على بابي واجيتي، ولا انا اللي جيت رازيت فيكي؟ اتفضلي يا استاذه. وليك يا روح. انا يعني خايفه اكون معطلك عن حاجه، بس انا بصراحه كنت محتاجاك في خدمه. خير ان شاء الله. بص، انا كنت طالعه استلم، وانت عارف ان انا قاعده مع بابايا لوحدي يعني، وكان معايا فلوس، ودي فلوس تعبه، والفلوس وقعت مني، وكنت عارفه ان انت اللي معاك سيستم الكاميرات. ما تقلقيش، انا هجيب اللابتوب وافتح لك الكاميرات وان شاء الله هلاقيهم. يا ريت والله. وبعدين انت اصلا لو محتاجه فلوس للحاج ده، الحاج زي والدي بالظبط. لا ربنا يخليك، بس والنبي حاول تشوفهم لي هما فين. حاضر، انا ثانيه واحده بس. ما تقلقيش ان شاء الله هلاقيهم لك. يا رب. بصي، انا بصيت لك على الفلوس، الفلوس بتاعتك وقعت قدام السلم الاولاني اللي هنا. بجد؟ لو بس انت لحقت نفسك قبل ما حد يشوفهم ممكن طيب. ياخدهم. شكرا قوي، مش عارفه اقول لك ايه. العفو. ماشي يا نورا، بقى كل ده يطلع منك انت. عايزه من هدى اختي ايه بالظبط؟ عايزه تخلصي منها ليه؟ هدى، انا هسالك سؤال بس تجاوبيني بصراحه. نورا بتعاملك وحش؟ يا هدى قولي لي الحقيقة، علشان أنا شايف بعينيا. طب أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ قولي لي طيب. طب اهدي اهدي، والله العظيم لو بتعاملك وحش والله ما هسيبها ثانية واحدة على ذمتي. قولي لي طيب الحقيقة، اديني أي إشارة. طيب بتعاملك وحش؟ ماشي ماشي يا نورة،
والله يا انا يا انتي وربنا لا جيب لك حقك يا اختي. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. ما تخافيش ما تخافيش، انا مش جاي اذيك المره دي بجد صدقيني. اسمعيني طيب اسمعيني، انت عمرك ما اذيتيني، عمرك ما عملتلي حاجه، حقك عليا سامحيني. انا غلطت معاكي واذيتك كتير عشان خاطري ما تعيطيش. انا بجد بجد الكلام طالع من قلبي بجد، حقك عليا انا اسفه. صدقيني من النهارده هتشوفي واحده تانية خالص، هتشوفي فعلا مرات اخوكي اللي فعلا هتكون اختك وسندك، مش هتزعلك تاني مش هتيجي عليكي تاني. انا لما فكرت في الموضوع قلت ايه عالم بكره انا هيجرالي ايه، مش يمكن برضه مرات ابني تعمل فيا اللي انا بعمله فيكي. انا فقت متاخر وحقك عليا انا اسفه سامحيني. وانا والله والله اوعدك ان انا عمري ما هاذيكي تاني ولا هضايقك، واي حاجه انت عايزاها هعملها لك، وفعلا هنزل اخرجك وهوديكي. كفايه اللي انت قاعده عليه اللي محدش استحمله، سامحيني. ماشي عادل. في حاجه يا هدى ولا ايه؟ قاعدين بتتكلموا في ايه؟ مفيش حاجه، ده انا بس كنت هدى بقول لها عايزه انزل امشيها. تمشيها؟ خلي بالك من اختي، انا مش هوصيكي. ماشي يا نورا؟ مش محتاجه ان انت توصيني. خلاص ماشي، انا عارف ان انت بتحبيها. هي حبيبتي. ماشي. هتنزلوا الاسانسير اشتغل. انا عرفت، ما عشان كده قلت لها. مش هوصيكي تاني، خلي بالك منها. حاضر. وده غلبانه وكفايه اللي هي فيه. عندك حق. يلا خديها وروحي اكشفي عليها، ولو احتجت حاجه ارن عليا. حاضر، عن اذنك.